ربنا يحفظ مصرنا الحبيبة وهذا الشعب الطيب الأصيل، شعب مصر العظيم. النهاردة إن شاء الله مشاهدينا الكرام عندنا مجموعة من فقرات الحوار، ولكن قبل ما نبدأ ونعرف إيه عندنا من فقرات خلونا نطمن على الحالة المورية، خاصة إن يوم الأحد هو البداية الفعلية للأسبوع. ومعنا على الهاتف الأستاذ محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمورية بالإذاعة المصرية. صباح الخير أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك يا فندم. خير استاذ عاصم، تحياتي لحضرتك، يوم طيب لحضرتك ويوم طيب للساده المشاهدين معنا. كما اعتدنا منك التقرير المفصل الشافي للحاله الموريه، طمنا يا فندم واخبار الحاله الموريه النهارده على كافه المحاور والميادين ايه؟ يمكن طبعا في البدايه استاذ عاصم زي ما حضرتك نوهت برضو عن النهارده ان يوم الاحد يوم بدء فعلي للحركه الموريه على معظم المحاور. اهم ما ظهر معانا من خلال فتره الذروه الصباحيه من اهم المؤشرات اللي ظهرت معانا بصفه عامه ان معدلات السير النهارده بتتجاوز من 65 ل 70% مع ارتفاع ملحوظ في احجام المريه مع بدايه فتره الذروه الصباحيه. نعم. يمكن من كافه محافظات الوجه البحري تحديدا الحركه المريه ما زالت حتى الان بتعمل بشكل جيد وشكل طبيعي، عدا محافظه الاسكندريه ظهرت عندنا بعض الكثافات في محور طريق ابو قير عند منطقه سيدي جابر، الطرق السريعه والساحليه وايضا الطريق الزراعي المؤديه، هذه الطرق جميعها المؤديه للطرق الساحليه ومحافظات الوجه الابلي. نعم. البحري بتعمل بشكل جيد وشكل طبيعي الحمد لله. من محافظات الوجه الابلي تحديدا كان عندنا شبوره مائيه صباح اليوم في بدايه صباح اليوم، وتحديدا تم اغلاق طريق جيش من عند بوابات بني سويف حتى بوابات المنيا لوجود شبوره كثيفه في هذه المنطقه، وسط انتشار الخدمات المروريه من قبل الاداره العامه للمرور بشرف السيد اللواء على متولي مساعد الوزير مدير الاداره العامه للمرور، وبالتنسيق مع الادارات العامه للمرور المختلفه من اهمها التنسيق مع اداره مرور بني سويف وايضا اداره مرور المنيا حتى تنقشع هذه الشبوره وهيتم فتح الطريق امام الحركه المروريه. فبننصح نعم. قائدي السيارات هو السلوك الصحراوي الغربي هيكون افضل حالا حتى يتم فتح الطريق امام الحركه المريه. اما باقي الطرق المؤديه لمحافظات الوجه الابلي جماعه النهارده بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي. هنتفاجئ مع حضرتك ليه قطاعات الطرق الدائريه المؤديه لمداخل ومخارج القاهره والجيزه والقليوبيه قابلنا بعض الاحجام اعلى الدائري، وده معتاد معانا في الاتجاه القادم من الزراعي ومتجه لنفق السلام. بتنحصر الكثافات عند منطقه مستورد والمرج النهارده. بعض الاحجام ايضا اعلى الدائري القادم من مناطق المنيب ومتجه لمنزل الاستراد. الاحجام بتبتدي من اعلى مناطق البساتين حتى منزل الاوتوستراد. يمكن محور 26 يوليو الكثافات بتنحصر النهارده اعلى منطقه ناهيه في الاتجاه القادم من اكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان. في هذا التوقيت وحتى تنتهي فتره الذروه الصباحيه معنا بيفضل سلوك محور رود الفرج اللي بيعمل بشكل جيد وشكل طبيعي. باقي الطرق الدائريه ما زالت بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي. بالنسبه لمحافظه القاهره هتقابلنا بعض الاحجام النهارده، وتحديدا اعلى كوبري الحدايق اللي جاي من مناطق سكه الويل والزاويه ومتجه لمناطق الفنجري. بعض الكثافات المتفرقه النهارده في محور صلاح سالم عند منطقه الاجهزه بعض الكثافات، عشان كده بيفضل سلوك محور الاوتوستراد افضل حالا او محور الخليفه المامون اللي بيعمل بشكل جيد وشكل طبيعي. اعلى كوبري الحرفيين بتقابلنا بعض الاحجام اللي جايه من كوبري التعمير وموقف العاشر والسلام ومتجه لشوزيف تيتو، بيفضل سلوك جسر السويس اللي بيعمل بشكل جيد وشكل طبيعي. يمكن النهارده جميع محاور شرق القاهره ما زالت حتى الان بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي. نعم. بالنسبه لمناطق مدينه نصر هتقابلنا الاحجام النهارده في شارع الطيران اللي جاي من مناطق ميدان الشهيد هشام بركات ومتجه لمحور صلاح سالم. بعض الاحجام النهارده المرتفعه معانا نسبيا محور الثوره هيكون افضل حالا او محور المرغني بيعمل بشكل جيد وشكل طبيعي. بالنسبه للكباري بقى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه اللي خارج دلوقتي من محافظه القاهره وكافه مناطق القاهره ومتجه لمحافظه الجيزه، خلينا نتجنب كوبري اكتوبر في الاتجاه القادم من مدينه نصر ومصر الجديده ورايح للوصله المعلقه. هتقابلنا بعض الاحجام، ممكن نطلع كوبري اكتوبر من غمره هيكون افضل حالا، او النهارده نسلك منطقه نفق الازهر اللي بيعمل بشكل جيد وشكل طبيعي. تمام. كوبري الجلاء، كوبري الجامعه، كوبري عباس، كوبري 15 مايو، كوبري الساحل، جميع هذه الكباري النهارده بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي.
بالنسبه لكورنيش النيل هتقابلنا بعض الاحجام المتفرقه، بيفضل سلوك محور الاسطوراد افضل حالا. بالنسبه لمحافظه الجيزه بقى هتقابلنا بعض الاحجام الاقل من معدلاتها، وتحديدا في شارع ثروت اللي نازل من اعلى محور صفت دلوقتي ومتجه لمناطق الدقي. باقي المحاور الداخليه في محافظه الجيزه يمكن ما زالت حتى الان بتعمل بشكل جيد وشكل طبيعي، وسط انتشار الخدمات المريه من قبل الاداره العامه لمرور الجيزه برئاسه اللواء محمود عبد الرازق مدير الاداره العامه لمرور الجيزه، ونشر الخدمات المريه في مناطق الجيزه والمناطق الحدوديه الرابطه ما بين محافظه الجيزه والطرق الحدوديه. يمكن وانا بكلمك استاذ عاصم دلوقتي بالفعل حابين نطمن الساده المشاهدين ان تم فتح الحركه المريه في طريق الجيش. بالفعل تم فتح الحركه المريه بعد انقشاع الشبوره، وايضا وسط انتشار الخدمات المريه من قبل الاداره العامه للمرور. تمام، بشكر حضرتك جدا والله يا استاذ محمد صابر الزميل العزيز على هذا التقرير المفصل للحاله المريه للنهارده اليوم الاحد. شكرا ليك الاستاذ محمد صابر محرر الشؤون الامنيه والمريه بالاذاعه المصريه، وطمنا الحمد لله رب العالمين على الحاله المريه في كافه الشوارع والميادين. الحقيقه عندي رجاء بس في موضوع يعني كثره الشبوره، بنشوف ناس كتير جدا بتتسارع بشكل هائل وبشكل مرعب خاصة مع فترة انتشار الشبورة، واللي بتكثر منذ الساعة الثانية أو الثالثة صباحا وبتمتد معاك لحد الساعة 6 أو 7 صباحا، وبتبقى منتشرة بقوة في يعني على المحاور الزراعية. عشان كده بس بنتوخى الحذر، بناشد السادة المواطنين اللي هم بيستقلوا على طول هذه الطرق بيعتادوا السير عليها، يا ريت كده يعني تتخذوا الحذر، تمشوا ببطء، وفي هناك بعض الإرشادات اللي احنا ممكن نقول لحضراتكم عليها تتبعوها في حال وجود الشبورة. أول حاجة فوانيس الشبورة وأنت قائد العربية بتاعتك ده شيء اساسي. تاني حاجه الناس اللي ما عندهاش برضه يعني فانوس شبوره ممكن تشغل الويتنج الانتظار بتاعها بحيث ان يبقى يدي خلفيه للناس اللي جايه وراك ان في عربيه قدامه. تالت حاجه اهم شيء تطمن منها انك انت تملا التانك بتاع المساحات، عشان لا قدر الله لو في اي شيء او انت مش شايف حاجه لازم يكون في المساحات عندك شغاله. تالت حاجه يكون في تهويه جيده للعربيه، ما ينفعش ان يكون مثلا الجو برد بعد كده اقفل كل الازاز بتاع العربيه بتاعي فبالتالي يبقى في بخار، بتلاقي كل ده تكوم قدام حضرتك قدام الازاز بتاعك، فده ممكن يعوقك في عمليه السير، فلازم نهوي العربيه بتاعتنا خاصه احنا ماشيين في المناطق اللي فيها شبوره. كل السلامه لحضراتكم يا رب العالمين، وان شاء الله كل واحد يوصل بامان. بعد ما اطمن على الحال المريه تعالوا نطمن على حاله الطقس، ومعنا هاتف الاستاذ الدكتور علي قطب خبير الارصاد الجويه. برحب بيك يا دكتور وتحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عاصم، اهلا بيك وكل الساده المشاهدين. اخبار الطقس ايه يا فندم هذا الاسبوع؟ يمكن حضرتك قلت لنا يوم الاربعاء اللي جاي من غدا سوف نشهد انخفاض تقريبا ملحوظ في درجات الحراره، طمنا يا فندم وهل ده صح ولا لا؟ بص حضرتك، عاوزين نوضح برضو للساده المشاهدين ان احنا بنستمتع اليوم بطقس شتوي بقى معتدل مشمس خلال ساعات النهار، درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه ليها، سرعه الرياح معتدله، شبوره مائيه كثيفه زي اشرت اليه بتعوق الحركه المروريه، بتؤدي الى انخفاض مدى الرؤيه الافقيه، انخفاض حاد نتيجه لكثافه الشبوره المائيه في الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح. الوضع ده النهارده، ومن باكر ان شاء الله او بعد ظهر غدا الاثنين هتبدا حاله من حالات عدم الاستقرار على غرب مصر، هتؤثر على المحافظات الشماليه كلها، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره العاصمه، وده هيكون من الثلاثاء بطقس غير مستقر. العمق بتاع هذا الطقس الغير المستقر، اول حاجه نشاط شديد وقوي لسرعه الرياح، هتثير الرمال والاتربه لانها رياح شماليه بارده هتمر على الصحراء وتتحول الى رياح غربيه وجنوبيه غربيه مثيره للاتربه، هيبقى في كميه اتربه هتؤدي الى انخفاض مدى الرؤيه الافقيه. سرعه الرياح دي قد يتجاوز ال 60 كيلومتر في الساعه، وبالتالي نصيحه لكل الساده قائدي المركبات اليوم القياده بهدوء بسبب الشبوره المائيه اللي هتتكون اخر الليل والساعات الاولى من صباح الغد، وفي الثلاثاء بسبب الرياح المتربه لتؤدي لانخفاض مدى الرؤيه الافقيه والتي قد تصل لحد العاصفه الترابيه يوم الثلاثاء على المناطق المكشوفه في الصحراء الغربيه او طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي وكذلك طريق القاهره الصعيد الصحراوي. ده بدا من بكره يا فندم عندما الاستقرار في الاحوال الجويه، صح كده؟
نعم يا فندم. بدءا من بكره عدم الاستقرار في الاحوال الجويه اللي هيبقى ملحوظ بكره بعد الظهر بيبدا على الغرب، بس المنخفض بيتحرك تدريجي يا استاذ عاصم. بمعنى ايه؟ تاثيره على القاهره مش هيكون بكره، يعني عشان برضو الساده المشاهدين يكونوا واضحين، تاثيره هيكون واضح يوم الثلاثاء منذ الساعات الاولى من الصباح بسرعه شديده للرياح. بيستمر هذا الوضع من حاله عدم الاستقرار الثلاثاء والاربعاء والخميس. هيسحبوا بقى يوم الاربعاء سقوط امطار، ومن يوم الثلاثاء هتكون في امطار على السواحل الشماليه، لكن الامطار هتمتد على السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره العاصمه الاربعاء والخميس. لذلك هذا الطقس الغير مستقر السرعه فيه او العنصر الاساسي فيه نشاط الرياح، انخفاض درجه الحراره ان العظمى هتصل يوم الاربعاء على القاهره الى 17 درجه مئويه، يعني الطقس بارد اثناء النهار وشديد البرودة أثناء الليل. وما يزيد إحساسنا ببرودة الطقس أثناء النهار هو زيادة سرعة الرياح. لذلك النصيحة اللي أوجهها لكل السادة المشاهدين، ارتداء الملابس الثقيلة منذ الساعات الأولى من الصباح، عاوز أقول من مساء الاثنين. نمرة اثنين، القيادة بهدوء شديد على الطرق واستخدام كشافات الشبورة أثناء نشاط الرياح وأثناء الأتربة وأثناء سقوط الأمطار. نمرة ثلاثة، هتكون هناك أمطار رعدية غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا. عدم التعرض المباشر لهذه الأمطار والبعد بقدر الإمكان عن التعرض المباشر لهذه الأمطار الرعدية، لأن فيها شحنات كهربائية قد تؤدي إلى يعني حياة بعض المواطنين. سوى ذلك احنا بنستمر ولقاءاتنا مستمره معاكم ان شاء الله. المزارع بقى يهمه من ايه من دوت؟ احنا بنتكلم على قناه زراعيه. بالظبط يهمه كده. ان هو بقى ما يرويش الارض من بكره عشان عنده هيبقى فيه امطار. ما ارضه ما يرميش اذا كان في زراعه للمحاصيل، لان سرعه الرياح مش هتخلي الحبات اللي هتتروى في الارض هتبقى في مكانها. يبقى دي مشكله هم عارفينها. نمره ثلاثه، بالليل بيتكون صقيع في بعض المحافظات زي شمال الصعيد وبعض محافظات الدلتا. لذلك يجب ان الصقيع دوت عباره عن ظاهره تكون بلورات ثلجيه فوق المزروعات فبتحرق الزرع. يعمل ايه؟ بيغطي الزرع بقش الارض حرصا وحفظا على المحاصيل الزراعيه. بحيي حضرتك جدا والله يا دكتور، بشكرك جدا على هذا التقرير المفصل والنصائح الجميله حضرتك عرضتها لاخواننا الفلاحين والمزارعين. شكرا ليك الاستاذ الدكتور علي قطب خبير الرصاد الجويه اللي طمنا بشكل كبير على حاله الطقس النهارده. اليوم كويس جدا، النهارده يوم شتوي ما فيهوش اي مشاكل، ولكن زي ما بيقولوا كده التغيرات في الاحوال الجويه هتبدا من غدا وهتستمر معانا لحد يوم الخميس، لكن هنشعر بها احنا في القاهره بدا من يوم الثلاث والاربع والخميس. عشان كده بنحيط علم حضراتكم لازم ان نتوخى الحذر، ملابس الثقيله زي ما اكد الدكتور علي. وهنا بقى بقول للناس اللي بيعانوا من حساسيه الصدر، خاصه ان من يوم الاثنين هتبقى فيه كده تسارع للرياح في العديد من المناطق، يا ريت كده يكون عندنا شيء من الحذر، ما نخرجش، ما عندناش دافع ان احنا نخرج في هذه الايام، ولو اضطرينا ممكن نلبس الكمامه عشان زي ما حضراتكم عارفين ان الاتربه دي بتسبب مشاكل كبيره جدا لحساسيه الانف وحساسيه الصدر. كمان الاطفال يفضل ان هم في هذه الايام لا يروحوا حضانات ولا يروحوا مدارس، والناس كمان اللي هم في الجامعات اللي بيعانوا برضو من مشاكل في الصدر او في حساسيه الانف يفضل ان هم ما يخرجوش هذا اليوم عشان لا الله يصيبوا لا قدر الله باي امراض. ان شاء الله باذن الرحمن ايامكم دايما مشرقه بكل الخير. بعد ما اطمنا على حاله الطقس، تعالوا معانا مشاهدينا الكرام ناخذ جوله اخباريه في أهم الأخبار اللي صدرت الصحف هذا اليوم. أول خبر معنا بعنوان الرئيس السيسي يجتمع بوزير الدفاع ويستعرض حماية الحدود المصرية وتأمينها. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها، فضلا عن آخر تطورات الجهود المتعلقة بالقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار بما يبذله أبطال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجها بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريبات والاستعداد القتالي. حفظ الله مصرنا الحبيبة وأبطالنا أبطال القوات المسلحة العيون الساهرة لحفظ أمن واستقرار هذا البلد العظيم. كل التحية والتقدير على المجهود الكبير اللي يبذله قواتنا المسلحة المصرية وأيضا رجال الشرطة البواسل.
خبر آخر مشاهدينا بعنوان: قانون الزراعة العضوية أمام البرلمان يهدف لتوفير غذاء آمن للمواطنين. مضمون الخبر يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة هذا الأسبوع تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشؤون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية. خبر آخر مشاهدينا في جولتنا الإخبارية بعنوان: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 5 ملايين طن. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن حتى الآن. وتلقى وزير الزراعة التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير عام 2019 وحتى 18 من ديسمبر الحالي. خبر مبشر بالخير، نتمنى يا رب مزيد من التوفيق لصادراتنا من الحصلات الزراعية. جهد كبير بتبذله الدولة المصرية، الحياة بيرجع للفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في المزارع والفلاح المصري الأصيل وقود الثورات وصانع الثروات. مهم جدا ان احنا نشيد بهذا الدور، لان الفلاح اذا ذكر تذكر طبعا كافة جوانب الانتاج، تذكر الرجولة والمحبة والاخلاص لهذا البلد. فعشان كده بنقول تحية اقلال وتقدير لكل فلاح مصري أصيل. ونختتم جولتنا الإخبارية مشاهدينا الكرام بهذا الخبر بعنوان ختام اجتماعات اليوم الأول من مفاوضات سد النهضة في الخرطوم. اختتم اجتماعات اليوم الأول من مفاوضات وزراء الموارد المائية والري ووزير المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي والسوداني ياسر عباس والإثيوبي سيرشي بيكيلي في الخرطوم بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي. ومن المقرر أن تستأنف الاجتماعات اليوم لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، كما أكد الدكتور محمد عبد العاطي على أهمية عنصر الوقت في مفاوضات سد النهضة معربا عن أمله في حدوث تقدم في هذه المفاوضات. كل التوفيق يا رب العالمين لهذه اللجنة. دي كانت إطلالة سريعة مشاهدينا الكرام في أهم الأخبار تصدرت الصحف هذا اليوم. النهاردة إن شاء الله عندنا مجموعة من الفقرات الحوارية، فقرة هنتكلم فيها عن صناعة الإعلام، ودايما الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي مؤتمر أو منتدى بيشارك فيه بيأكد على الدور الأمثل للإعلام المصري تحديدا في هذا التوقيت كونه أحد الركائز الأساسية اللي بترتكز عليها الدولة المصرية في تقديم المعلومة الصحيحة والحقيقية اللي بتضيف للمشاهد والمستمع والمتلقي. عشان كده إن شاء الله هيكون ضيفنا في هذه الفقرة علم من أعلام الإعلام المصري الدكتور محمد زيد المحرر ومذيع بقطاع الأخبار سابقا والمحاضر بمعهد الإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء الشرق الأوسط. والحقيقة الواحد لما بيحاور أحد من أساتذته خاصة لما يكون قامة زي الدكتور محمد بيشعروا كده شيء من الرهبة، فنتمنى رب التوفيق في هذا الحوار. فقرة تانية إن شاء الله هنتكلم فيها عن التنمية المستدامة وأفاق مستقبلية مع ضيفتنا الدكتورة منال خير أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. فقرة ثالثة إن شاء الله هنتكلم فيها عن محصول استراتيجي في غاية الأهمية وهو محصول القمح، ومضمون الفقرة النهوض بمحصول القمح، وضيفنا فيها الدكتور عبدالله سويلم رئيس الحملة القومية للقمح. دي مجمل فقرتنا الحوارية النهاردة مشاهدينا الكرام لبرنامجكم ساعة صبحية. إن شاء الله هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نلتقي بكم مجددا في أولى فقرات برنامجنا الحوارية من ساعة صبحية. انتظرونا.